بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هذا هو اللي منسنا فيه الحمد لله كيكرمني ربي وربح ولدي الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين انا التلميذ بروث كمال من بلديه قيس من متقن سوفي عبد الحفيظ متحصل على شهاده البكالوريا بمعدل 18.93 والمرتبه الاولى وطني أه المرتبه الاولى على مستوى ولايه خنشله من شعبه الرياضيات أه هذا اليوم الحمد لله على هذه النتيجه والحمد لله أه اولا